اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم. اذا كانت قضيه التنمر وضحت تماما مع كل الرفض ليها، بس مع كل رفض محاوله التلبيس فيها، حاسبوا الناس على انه ده حصل وتاكدوا ان ده حصل. لكن لما يكون بصوت وصوره لاعب زي امام عاشور، ودي المشكله ودي بجد هي دي المصيبه، احنا بنتكلم على ناشئين، بنتكلم على ناشئين في النادي الاهلي ومعاه مجموعه من الناشئين، ويمارسوا السب المباشر والاساءه البغيضه الشديده في حق رموز وقيادات ونجوم النادي الاهلي. كان الناس الحريصه على السلوك والحريصه على العلاقات الكويسه هي اللي ترفض ده، زي ما النادي الاهلي بقول لكم شطب ايمن رشدي احسن لاعب طايره في افريقيا لمجرد انه راح رد الشتايم على جمهور الزمالك في مباراه كره سله. دي المسؤوليه، وده اللي كان منتظر، وده اللي كان المفروض يكون. لكن حتى لما اتحاد الكوره يوقع عقوبه على امام عاشور يا باشمهندس، يتقال اصل النادي الاهلي ضغط علشان امام عاشور ياخد 12 مباراه وما يترفعش عنه او الالتماس بتاعه ما يتقدمش. انا عايز اسال سؤال بس لانه محيرني جدا. هو ايه الغرض من العقوبه؟ اي عقوبه؟ يعني انت الردع او نيل الشخص، تهذيب الشخص، الشخص يشعر انه لم يعمل كده يبقى غلطان وهيتعاقب، بتهذب سلوكه، انت بتخليه انه ما يغلطش. ايوه، بتحميه، بترتقي بيه وباخلاقه. الكارثه ان العقوبه تتوقع وتنفذ والشخص ما يحسش انه غلطان. وده اللي اتعمل بالظبط، دفاع المسؤول عن اللاعب، عن سلوك اللاعب، رغم انه ابتدوا كلهم بيقولوا لا ده غلط ده غلط ده غلط. ها؟ هو ليه الاهلي كان بيبادر لما لعيبه يغلط انه يعاقبه قبل ما الاتحاد؟ قبل الاتحاد ما يعاقبه. ليه؟ عشان يكسبه قدام. أيوة. عشان زمايله ما تعملش كده. بالظبط. عشان يقول السلوك ده مرفوض. عشان تردع. طيب، الكارثه بقى ان كمان لعيبك يتوقف وما يتعلمش الدرس، لانه يحس انه مش غلطان، فتكون النتيجه لما يغلط الناس هتوقف معاه، هتوقف معاه ودافع عن خطاه فيتمادى. وده اللي شفناه، ان اتنين لعيبه ناشئين في صوره واقفين، كل واحد فيهم عنده 12 ولا 13 ولا 14 سنه، بيشاوروا على الجزمه وكانه قالوا لهم، ومتصورين بعلم اولياء امورهم. ومصورينهم على مواقعهم وفرحانين بيهم. انت بتعلم ابنك ايه؟ انت بتعلم ابنك، انت حر فيه على فكره، بس مش هتقدمه للمجتمع، بتقدمه هيتعامل مع الناس، ده يوم ما يبقى نجم بقى هيعمل ايه؟ او ده يتعامل مع الناس في الشارع حتى. ما هو انت ما هو يعني حاجة، والله الواحد ما ساعات بيبقى مستغرب، هو ده مصلحه ابنك؟ يعني انت اللي بتعمل هذا الكلام، هو ده مصلحته، مصلحه المجتمع؟ يعني احنا امتى هنحض على الاخلاق الحميده؟ وليه؟ ليه بنقول اخلاق؟ ليه الاديان كلها بتطالب بالاخلاق الحميده؟ ليه الاديان كلها يا اخي؟ ده بقول لك لا تسب الهتهم حرصا انهم ما يردوش السباب. طب بالظبط. طيب، هتقول لي الجمهور بيعمل كده، يا سيدي تعالى نتصدى. لكن الرد على الجمهور حتى لو انت رد فعل وده مش صحيح، انت احيانا بتاخد زمام المبادره لجمهور ما تقدرش تسيطر عليه. طب انت دلوقتي مفيش جماهير تقريبا، والناس طيب اللي بتخش وخارج عارفه. طيب، امام عاشور الزمالك يقدم تظلم او التماس للجنه الاستئناف عشان يشيل العقوبه، فيتقال اصل النادي الاهلي ضغط انه تظلم امام عاشور ما يتبحثش. ده كلام. فيرد رئيس اتحاد الكوره المهندس احمد مجاهد بمفاجاه اخرى. امام عاشور ماذا تم بخصوص موضوع امام عاشور؟ لان نادي الزمالك ذهب وعمل محضر في الاسم ان الشكوى بتاعته ما ظهرتش، حاجات كده يعني، كلام برضو عايزين نعرف حقيقته منك يا باشمهندس. انا هقول لحضرتك بمنتهى البساطه كابتن، هو حضرتك لما التظلم ده ما جاش معناه ان امام عاشور عقوبته مستمره، مش كده؟ ايوه. طب ما هو كان من الاسهل بدل ما نعمل كل اللف والدوران ده، ما تعرض خمس تظلم لخمس لاعبين واترفض، يعني فضلت عقوبتهم، ما كان بدل ما يبقوا خمسه ما كانوا بقوا سته، لو هي يعني احنا مركزين قوي في الموضوع ده ان هو لازم يفضل موقوف، طب ما كانت عرض اسهل. واترفض، انما الحقيقه انا بقى اقسم لحضرتك احنا لم نجد هذا التظلم والاستئناف في الاتحاد اساسا. طيب، ده رد
سؤال الكابتن مجدي عبد الغني ودرع الاتحاد، وده هو رادم رئيس الاتحاد وهم دخلوا معايا، لا حصل لا ما حصلش، طب احنا ما دفعتوش، فين البتاع، ما عندناش الكلام ده. قال لك البينه على من ادعى، هات لي ما يفيد ان انت قدمت. طيب لحد النهارده ما احنا مش متاكدين ايه اللي حصل. طب ما تشوف المستشار عادل الشرباجي نفسه، هو راجل قاضي كبير، هل الاهلي ضغط علشان تظلم امام عاشور يترفض، وهل حصل تظلم اصلا ولا لا؟ المستشار عادل الشرباجي. طيب دلوقتي احنا كان في كلام عن جواب اتبعت من النادي الزمالك، والنهارده تم جواب تاني اتبعت من اتحاد الكوره يقول ان مفيش استئناف بخصوص اللاعب امام عاشور تحديدا. بص يا كابتن محمد، انا بيخطروني بان في تظلمات قدمت في موضوع ما، فبدعو لجنتي وبقعد اشوف التظلمات وافصل فيها. فانا النهارده ازاء مرور العشر ايام من يوم 14 ليوم 24 وفاصله الاجازات، وانا عملت لجنه في يوم اجازات. وجت اللجنه وحضرنا وجينا طلبنا التظلمات اللي في هذا الشأن. فقدم لي تظلم نادي الزمالك وتظلم النادي الاهلي. فوجئت ان تظلم نادي الزمالك المقدم لي عن 5 لاعبين من الشباب. فاستعلمت هل في تظلم اخر؟ هل الكابتن امام عاشور قدم تظلم بنفسه او النادي الزمالك قدم تظلم له؟ قالوا هذا هو التظلم اللي وصلني. معلش يا فندم انا لازم اوقف حضرتك هنا، هل ده كلام يعقل؟ انا ممكن يعني حد يستوعبه؟ معلش يعني بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل يا فندم. اذا كنت هتقول لي كلام يعقل انا بحكي لك واقع حصل. والله هو سؤال يعني بيقول له كلام يعقل، طب ما هو الكلام الغير معقول ان 6 يغلطوا فيتبعت 5 ويقول لك اصل بعتين ده لوحده. هو الواقعة ايه؟ مش هم الخمسة دول كان بيتحاسبوا على الواقعة دي ولا كانت واقعة تانية مختلفة؟ نفس الواقعة. نفس الواقعة. طيب ما نفس الواقعة يعني على رأي كابتن أحمد مجاهد ورأي المستشار عادل الشرباجي اسمه ما اتحطش معاهم ليه؟ طيب علشان عقوبة مختلفة. ممكن الراجل يقول لك اصل دول 12 ودول 8 فقلنا الثمانية لوحدهم. طب فين؟ طب ايه اللي يخلي الاتحاد اذا كان هو هينظر ويرفض؟ ما هو اذا كان هو مش عايز ينظر عشان ما يرفضش، طب ما هو نظر ورفض، ما ينظر ويرفض. يعني انت لو بعت شكوى الشكوى جماعيه بس المسؤوليه مختلفه، ده تصرفاته اختلفت عن دول، فدول خدوا 8 وهو خد 12، كان يقدر لو وصل له الاحتجاج بالطريقه السليمه او يثبت الزمالك وقالوا لهم كده هتقولنا ما يثبت انكم تقدمتوا بهذا الاحتجاج واحنا نعيد البحث. دلوقتي العقوبه خلصت، انا والله ده اللي مستغرب له، لم يستفد منها اللاعب. لان هتقولي ازاي يستفيد اللاعب العقوبه؟ انه يتعلم انه لو عمل كده بدل ما يبقى يفخر بيها. بالظبط، ويلاقي اللي دافع عنه. والاهلي ملوش اي علاقه زي ما انتم شايفين، ده قاضي كبير وده رئيس اتحاد الكوره. لا يتدخل ازاي واصلا ما فيش التماس بحسب تاكيدات الاثنين، وقالوا البينه على من ادعى، هات لي ما يفيد ان انت سددت الرسوم بتاعه الاستئناف، او هات لي ما يفيد الرقم الوارد اللي وصل، او انك قدمت الطلب. اصل هي الفكره هي اجراءات، فانت باستمرار بتزج بالاهلي.